أهلا وسهلا. مرحبا. قالوا لي محلكم بيعمل حلويات ومعجنات طيبة كتير، قلت لحالي خليني جرب. نحن بالخدمة، تفضل لو سمحت. شو أطيب شي عندك؟ الكلير، يعني مو لأنه أنا بعمله بس عن جد شغلي ولا أطيب مع كريمة الشوكولا. باي أنت أكلي طيبة كتير. أهلا وسهلا أستاذ، بتسمح لي أقعد؟ شكرا كتير. مبين عليك حدا بيلعب رياضة أو بيهتم فيها على الأقل، مزبوط؟ إيه يعني من وقت للتاني. إيه ما شاء الله مبين عليك. أو بما أنك رياضي يعني لازم تهتم بأكلك، لهيك الكلير مو مناسب لألك. تعرف حشوة الكلير كلها نشويات وكربوهيدرات، مضرة بالصحة، هذا غير السكر. مشان هيك اسمح لي اقترح عليك سلطة فواكه الأحلام، فواكه فريش وتازة. وطبعاً ما تنسى صوص الشوكولا الخفيف يلي بساويه بإيدي ويلي رح حطه على الوش. متأكدة إذا جربته رح تعجبك. بجرب، ما في مشكلة. إذا بدك رأيي الفواكه بتاكلها بالبيت، أما الكلير لازم تذوقه عنا. رح أجيب لك قطعة تذوق أو تعطيني رأيك. لحظة يا أستاذ، هلأ روح على أي محل حلويات ومعجنات برا بتلاقي عنده كلير، أما سلطة الفواكه يلي أنا بعملها ما في منها. كلير سلطة فواكه. لا كلير سلطة فواكه. الكلير. لا سلطة فواكه. الكلير فواكه الأحلام. طيب أنا بعتذر، مضطر أمشي، عندي شغل ضروري، برجع بوقت تاني. مع سلامة أستاذ، شرفتنا. قلت لك فواكه. كلير. بس ديري. أنا بانتظارك لترجع تاكل كلير. الكريمة كلها سعرات، أما الفواكه طبيعية. عملتهم بسكر خفيف مع لمسة خاصة. وبسعر الكلير أبو لمسة خاصة، بيشتري الزبون 5 صحون فواكه. أساس فواكه الأحلام تبعك عم توزعيها ببلاش. ديرين، شو بدك؟ فواكه الأحلام. لا كلير. قلتلك فواكه. لا كلير. يعني عن جد أنت وياها ما بعرف شو صاير لعقلاتكن، إنه ما بيحلالكن تتخانقوا غير قدام الزباين. ما شفتوا الزلمة شلون طفش؟ شبكن؟ عيب هذا الحكي، ما بيصير هيك. سد ديرين، امبارح تعلمت الشغل ومفكرة حالها بتعمل حلو أطيب من اللي أنا بعمله، يعني بشرفك. هي ما أنا قلة احترام لسنوات خبرتي. أنا مو هيك مفكرة، بالعكس هذا الواقع. ديرين انطري وشوفي من هون لآخر النهار حلويات مين مطلوبة أكثر. وأنا جاهزة. ماشي، بس يمكن النتيجة تزعل حضرة الشيف يلي من جيل عمتي. شو؟ عمتي. عمتي؟ ايه عمتي. شش، طيب خلص ماشي، فاصل. شو النتيجة؟ يعني مين فاز هلأ؟ صفر 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 صفر. وبهيك حالة قديش رح تكون غلتنا المسا؟ صفر صفر صفر. وشو يلي جاب سيرة الغلة هلأ؟ روحي التهي بقصصك. صحيح يا جام، تعالي لهون. انت شو قاعدة عم تكتبي من بكرة الصبح لتكوني عم تخططي لشي من ورانا؟ عم خطط. ايه مشان مرحبا. يا لطيف، شو ابن حلال كانت مرتك بسيرتك؟ بسيرتي من منيح ولا بالعاطل؟ والله لسه ما فهمنا شيء، كانت عم تقلنا جينك وما شفناك إلا فايت من الباب. ما بعرف شو عم تكتبه من الصبح، ماسكة هالورقة ونازلة تسجيل. خلص شو بكون؟ شو؟ طيب خلص. طيب يلا امشي، خدوا راحتكم. هلا. ما شاء الله بيلقطوه على الطاير. حبيبتي خير إن شاء الله، ورجيني شو كنتي عم تكتبي على الورقة يا ترى؟ ولا شي حبيبي، ما في شي مهم، كنت عم سجل كم غرض لازميني مشان الكافيه وهيك شغلات. وليش قلتي اسمي لما فتت على المحل؟ اعترفي لشوف يلا. كان في شغلة بدي اقول لك اياها. عظيم، انا جاهز. الخبر حلو؟ لحظة لغمض عيوني قبل. تفضلي قولي. اجت بنت عمي سيلين. اللي كانت بامريكا. بلا احسن لك. ايه والصبح ماما حاكتني قالت لي مشان نروح ونجتمع كلنا مع بعض وتعملنا كم أكلة طيبين من تحت إيديها. فكرة حلوة. وتوقيت أحلى. وقلت لحالي أنت على الأغلب ما رح تروح، بعرفك بتحب تضل بالبيت لحالك، فقلت خلص يا بنت لا تلحي علي بقصة الروحة، تركي جوزك على راحته يعمل اللي بده إياه. وقررت روح أنا وسيرين لعند ماما، وإذا سألوني عنك بلاقي لك شي حجة. شو رأيك بالفكرة؟ برافو. بكرة؟ أها. خلص طالما شايفة هيك فمو مشكلة، بالبيت أحسن. يلا لكان بخاطرك. بس كأنك مزعوج. بنوب ليش مبين علي مزعوج؟ بالعكس شوفي كيف مبسوط وفرحان. ماشي حبيبي، أنا بحبك. وأنا كمان. بخاطرك. باي.